تنشتغلوا على واحد الامر اللي هو اساسي وهو الاقتصاد في الماء وتدبير الطلب، لان هذا مشكل كبير وهذا مشكل جماعي لتطلب منا التهدئه ديالنا جميعا. هو اليوم كما تعلمون هنالك استراتيجيه تقوم بها الحكومه تهدف اساسا الى تعبئة الإمكانيات المائية من خلال السدود. عندنا 16 سد جديد اللي هو انطلقنا في الإنشاء ديالو. عندنا كذلك ما هو مرتبط بالمياه العادمة والمعالجة ديالها باش نوسعوا باش نوصلوا 340 مليون متر مكعب. عندنا ما هو مرتبط كذلك بالأمر اللي هو أساسي بالنسبة إلينا وهو تحلية المياه البحر. اليوم فتحنا المجال 5 محطات جديدة، الدار البيضاء، الناظور، اسفي الجديده والداخله، وعاد سيدي افني اللي هي في طور الانجاز وان شاء الله العيون. وفي نفس الوقت كذلك اشتغلنا على واحد الامر اللي هو مهم وهو الاقتصاد في الماء. وفي الواقع خصنا نقولوا لا للتبذير. اليوم عندنا اشكال، هل يعقل انه اليوم عندنا السرقه ديال مليون متر مكعب في اليوم وبالتالي النسبه ديال 300 مليون متر مكعب في السنه اللي تتمشي سنويا؟ هل يعقل انها تمشي مليار متر مكعب للبحر؟ هل يعقل انه اليوم عندنا 91% ديال الابار اللي هي غير مرخصه وبالتالي ما عارفينش الفرشه المائيه فين غتوصل؟ هل يعقل ان يكون هناك استغلال مفرط للفرشه المائيه وتطيح سنويا بجوج ديال الامطار وبالتالي ولادنا غيلقاو صعوبه باش يلقاو الماء؟ وعندنا اشكاليه كذلك اللي هي مطروحه هي ديال التلوث ديال المياه. وبالتالي اليوم اضحى من الضروري ان نراجع انفسنا وان نقوم بما هو اساسي وهو الاستهلاك المسؤول للماء. هذا مسؤوليه ديال الوزارات، هذا مسؤوليه ديال الجماعات الترابيه، هذه مسؤوليه كذلك ديال القطاعات بحال السياحه وبحال الصناعه، وهذه مسؤوليه ديال القطاع الفلاحي وديال التدبير اللي يكون ان شاء الله ديال الفرشه المائيه بكيفيه مندمجه، وهذا مسؤوليه كذلك ديال المواطنات والمواطنين اللي خصهم يلعبوا دور اساسي في هذا الاطار. السيد الوزير تكلمتي على ربط السدود بعض الاحواض والابار اللي عندنا واحد العدد من الابار اللي هي سريه. هو اليوم احنا الهدف ديالنا ومي تنديروا ربط الاحواض وهو انه الماء ملي تيكون واحد الفائض اللي تيمشي للبحر اللهم يتم استغلاله في احواض اخرى، وبالتالي انطلقنا في هذا الاطار ديال ربط الاحواض المائيه باش يمكننا نضمنوا انه المناطق اللي عندها اكثر حاجه انها تستفد من هذا الفائض اللي تيمشي للبحر. ومن جهه اخرى كذلك بالنسبه لهذه القضيه ديال الترخيص، حنا بغينا نسهلوا القضيه ديال الترخيص ويكون شباك واحد، وفي نفس الوقت كذلك انها تكون عدادات في الابار باش اننا نضمنوا انه يكون واحد الاستهلاك اللي يكون معقلا للماء.